شعر القزازة. إذا شعر القزاز بجبر الشعر هو، وإذا الوجه انصلع بيعد الشعر هو. من هذه الأشرطة إلى أمريكا إلى مدينة فيلادلفيا، ولكن بمناسبة عرس السيد مراد ابن سليمان محارب ذيب اشترك معنا الأخ موسى حافظ في هذا البيت العامر لبيت أبو محمد لأن ابنه. Oh.
أو كل خيل لها على المربط مراد. أيوة الفرح برض بلادنا ربي مراد. أو كرمال أبو سليمان بي فرحة مراد. لقطع شطوط الموت لك لحبابنا كل العيون عيون وين دمعي عيون أوصم الصاحب بهالدنيا مردنا ومهما نغيب للدير مردنا يا ابويا. ان شاء الله يا ابو سليمان والله بفرحة مردنا هدت البال تلفي على العراق. هلا ربي خالقك أول محارب بطاعة ربنا توصل محارب. هول ابو سليمان يا عمي محارب يا بن ذيب بن ظلنا احبابها يا هوايا دل على فراق الشباب بكيت عني وانا ذابتك بالتحشاي عني. قالوا للسلم قلت لهم عني السلم بيعود عندنا يا عراق. صرت الطير بالديره والله بكوتو السلام بيفرض المؤمن بكوتو وكلام الناس ما يرجع حبايا عليه.